السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نكمل ديابلو مورتر. صارنا زمان ما لعبناها صراحة، يمكن لعبنا 5 أجزاء. الآن راح نكمل الجزء السادس بإذن الله. ستارتنج جيم تطول الحقيقة على ما تبدي، راح أوقف التسجيل. بدأت الآن، أقول له بلاي. هاي شخصيتي اللي ألعب فيها أنا، انتر وولد. اخر مرة اذا تذكرون واحد واحنا ندور على الملكة، طبعا الملكة الان ما طحنا فيها، الاميرة الملكة، وواحد قال لي اني لازم اروح الحداد، دزني على بلاك سميث حداد. عندنا تطوير بالسلاح، خنطور. خلص الآن التطوير، نرجع. طيب راح أروح الحداد، شوف الحداد وين. الله يطول الطريق. ما علينا فيهم، خلينا نوصل الحداد. بلاك سميث هذا الحداد، هذا بول خوالي، هذا الحداد. Need something reforged, salvaged maybe. يقول تحتاج إلى شيء. عود إلى العمل. هذا الحداد. حيران اسمه. لا هذا عنده دعوة مع الكلام. الإعلانات شكو. واحنا نسوي على بلاك سميث. نشوف شنو عنده هذا يقدم لنا. لازم تاب زايد انفورميشن. اوكي خلينا نفتح.
الحداد انطانا سلاح، طيب راح نروح ال الاكسل، نحكي ويا اكسل، نقول talk to the اكسل، واحد اسمه اكسل، هذا وينه بعد؟ تعبنا من الركض، تعبنا. شنو تدريب عندهم؟ هذا اكسل، هذا اكسل، يقول بورجر فتاة مسكينة I will stay here، انا راح ابقى هنا وانت ارجع على التوم القبر. يقول do not let them near the queen body، يقول لا تخليهم يجسون جسم الملكة. اوكي هذول ما يجوا، أروح للملكة. قبر الملكة، قبر بس ما سمع الملكة، قال لا تجيس، لا تخليهم يجلسون الجسم مالها. والله أعتقد الملكة ميتة، وراح نروح لقبرها، دشينا المقبرة. هذا القبر مالها، شايفين هاي داخل القبر، نزلت من السلم. اوف كلهم هنا ذولا، بعد منها سويتهم خردة، يخلصون هما ما يخلصون. هذا ما يموت، خلصوا. انيو يقول باك ذا كوين اثبت كوين بيور بولت، هذا شيء دب عليه، يقول عناكب مقرفة.
هذا القبر مال التابوت. يقول الروح مال الملكة راح تقودك إلى الملك الأسود. هذا قوي راح يتعبني. قلتلكم قوي هذا راح يتعبني. جاي لعب انا. مثل الصواريخ يوجهها عليه. لا لا أعتقد مات. لو لا ليفل 15 صرنا جيد. اروح للشمال. يقول ايش اسمه بالشمال الهانت السبيريت الروح. هيد تو ذا اشولد مانر. اوكي هروح لاشورد. اكسر رجعنا له. يقول انت تبعت الطاقة مال الانرجي جابتك هنا. شايف الانرجي جواي الصفرة هاي.
يقول لازم نشوف مصدرها منين هاي. هل هو الحقيقة؟ هذا مصدرها شو واقف انت تباوعني؟ كل شي ما تسوي انت بس تطالع. يقول اكو ثلاثة من هذا الكتلته، روح وكمل على الثانيين. يقول انا بالنسبة لي انا راح اروح للمنطقة اللي هم محتلينها من اجل خاطري كون شرس وياهم. وين هذا؟ وين هذا الثاني؟ وصلنا للثاني، خلينا نشرج. لا تتقدم إذا عندك سلاح فول. الآن هذا الثاني طبعا خلصنا الثاني. راح نكمل في اللقاء الجديد حبايبي، بقى بس واحد يعني نكمل ان شاء الله المرة القادمة. ناخذ هاي طاقة ونكمل وياكم المرة القادمة. اشوفكم بخير وصحة وعافية. هذا اخوكم ماجد في امان الله.